بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القاسم الجبارين وناصر المستضعفين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كلنا معنيون بما يجري على أرض غزة، أرض العزة. هذه الفئة تقاتل نيابة عن الأمة جميعا، فلندعو لها بالنصر. إنها تقاتل نيابة عن الأمة في مواجهة المشروع الاستكباري العالمي، وفي مقدمته الصهاينة وأمريكا ومن والاهم ومن طبع معهم، كلهم مشاركون في هذا العدوان. أيها الإخوة المسلمون، إخوتكم يذبحون، أبناؤهم يقتلون، يجوعون، كل هذا ولا يتحرك فينا ضمير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هناك من طغى وتجبر علينا، وقاتلك يا نجول علينا، وهناك من طغى وتجبر علينا، وقاتلك يا نجول علينا، وهناك من طغى وتجبر علينا. أيها الحضور الكريم، إلى ما يقع من مجازر تقشعر لها الأبدان، كل هذا على مرأى ومسمع من العالم كله، بما فيها أنظمة القمع وأنظمة الاستبداد، والأنظمة العربية جميعا تتفرج على أبناء المسلمين وهم يقتلون. ما هذا إلا استضعاف منهم. أيتها الأمة أفيقي، إنكم ستسألون يوم القيامة أنكم لم تنصروا إخوانكم بما أوديت ولو بحواجركم على الأقل. ارفعوا اصواتكم عالي وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 ايها الاخوه الكرام، انما يعانيه شعب غزه من الحصار ومن التقتيل بجميع انواع الاسلحه الفتاكه، على مرأى ومسمع من المنظمة الدولي، وبمساهمة وتأييد من أمريكا، وكذلك بصمت عربي مطبق، لا أحد من العرب والمسلمين يتكلم على هذه القضية. المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، ومن سكت فقد خذل المسلمين في هذه اللحظة. واجبنا أيها الإخوة الكرام أن نلبي النداء كلما دعينا إلى مثل هذه الموقفات، لكي ننطق بكلمة الحق. نحن مع الحق ونحن ضد الظلم. هؤلاء الظالمين، هؤلاء العتاة المجرمين كلهم لا تلاحظون انهم يقتلون الاطفال والنساء، ولا يعلون ذمة لاحد، ولا يراعون ذمة لاحد، فنشكوهم الى الله. نسأل الله تعالى ان يثبت اخواننا. امين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مع المجاهدين. امين. اللهم كن لهم وكن معهم. اللهم اكفنا عنهم. اللهم كن لهم سندا وكن لهم ظهيرا. امين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغثنا برحمتك. اللهم انزل الملائكة تقاتل معهم. اللهم ان هذه امريكا قد جاءت بحواربها وبوارجها وحاملات طائرتها. اللهم اهلكهم. اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود. والله انهم جاءوا ليستضعفوا المسلمين ويقتلوا المسلمين. اللهم خيب سعيهم. اللهم خيب سعيهم يا رب العالمين. اللهم كن لعلم الايتام لفلسطين. اللهم يا ربي انا نسالك ان تكون اليتامى واراملهم وشهدائهم يا رب العالمين برحمتك. ونقرا سوره الفاتحه. احمل على من مات من هؤلاء الاخوان الذين نحتسب عند الله شهداء وهم احياء عند ربهم يرزقون. لقد تركوا الدنيا بما فيها وذهبوا للقاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعظم لهم الاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم هالوقوف. هذا وقوف يغيظ الكفار، هذا الوقوف يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. من ثبت وأعان مسلم إلى رفقيت على مساعدة المسلم المسلم، ومن خذل المسلم خذله الله في يوم يحب أن ينصر فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، انصرفوا وأشكر الله لكم.